أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعي القناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم البيتكوين. فيديو جديد قناتنا قناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي بهذا الفيديو راح أتكلم عن مسابقة بشروط سهلة ومرابح تفوق $100,000. طبعا مسابقة على منصة كوكوين، خليكم معنا لنهاية الفيديو أصدقائي حتى تعرفوا الأكثر عن هاي المسابقة. طبعا راح أتكلم بشكل تفصيلي وبشكل مختصر. قبل ما نبلش فيديو أصدقائي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسوا تنضموا لقناة على تليجرام، راح أترك لكم الرابط أسفل الفيديو. خليكم معنا لبعد الأنترو. طبعا أصدقائي فرصة الربح اللي هي فرصة ربح $250,000 في عملة البيتكوين. طبعا شروط المسابقة سهلة جدا أصدقائي، لازم تعمل حساب جديد على منصة كوكوين. طبعا الحسابات القديمة غير مقبولة في هاي المسابقة، عندك رابط موجود أسفل الفيديو، تدخل على الرابط وبتعمل حساب جديد، بتعمل إيداع بقيمة 100 USDT. راح تشرح على هاي المسابقة أكثر. أول شيء أصدقائي بتدخل بتعمل الجو إن. أنا هيك سجلت بهاي المسابقة. طبعا كل اللي بحتاجه اني اعمل تداولات بقيمة 100 USDT 100 كاملة طبعا لكل صفقة. بقدر بعمل 5 تداولات، كل تداول بقيمة 100 USDT بحصل على 1 تيكت. التيكت بدخل فيه على السحب على احد الجوائز اللي هي $100,000 او $100 او $50,000. ها هي جوائز كوكوين. طبعا كل عملية شراء ب 100 USDT كاملة في السبوت بحصل على 1 تيكت. طبعا الحد الأقصى لكل شخص 5 تيكت أو 5 تيكت. طبعا يعني بتعمل 5 عمليات شراء بقيمة 100 USDT وبتحصل على 5 تيكت وتدخل على السحب على أحد الجوائز التالية. طبعا الخطوة الأولى لازم تدخل تعمل حساب عن طريق الرابط الموجود أسفل الفيديو. الخطوة الثانية الإيداع أو الشراء العملات، يعني عندي بقدر بعمل ايداع من منصة لمنصة تانية، او عندي اني بشتري من الكريبتو من الموزعين او القنوات الخاصة بكوكوين. طبعا بيقدر تعمل ديبوزيت، تعمل ديبوزيت من المنصات الثانية. طبعا اصدقائي التحويلات الداخلية ما بتقبل طبعا، وعندي الظروف الحمراء مثل ما بنعرف في عنا الظرف الاحمر، كمان الظرف الاحمر غير مقبول في هاي المسابقة او ما بنحسب على هاي المسابقة. يفضل تعمل ديبوزيت او تشتري من البطاقات البنكية او احد قنوات كوكوين. طبعا تنتهي المسابقة يوم 7/7/2022. لما تفوز في احد الجوائز التالية توصلك رسالة على الجيميل المربوط في حسابك الشخصي، توصلك رسالة انه انت فزت في المسابقة وبيقولوا لك شد قيمة الجائزة. طبعا توصلك بعد 7 ايام او بمدة اقصاها 7 ايام بعد انتهاء المسابقة. طبعا شروط سهلة مثل ما تكلمنا، تدخل على الرابط موجود أسفل الفيديو بتعمل حساب جديد، تدخل على هاي الصفحة الرابط أسفل الفيديو بتضغط على Go In، وبعدها بتعمل إيداع بقيمة $100 أو 100 USDT وبتشتري 5 مرات سبوت كحد أقصى. بتقدر تشتري أنت مرة أو مرتين. طبعا لازم تشتري كل عملية شراء ب 100 USDT كاملات، يعني ما بصير تشتري ب90 او ب80، فهذا ما بيحسب على مرات شرائك. لازم تشتري بحد ادنى 100 USDT. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.